أهلا بكم في نشرة نور صباح يوم السبت الموافق 30 سبتمبر لعام 2023. يوم السبت آخر يوم في أجازة نهاية الأسبوع، ويتسمى لك 72 ساعة ده من يوم الخميس الماضي وبمناسبة المولد النبوي الشريف. أيضا اليوم آخر موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي لعام 2023. كل عام وأنتم بخير. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور ومحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل، حيث من المتوقع اليوم كثافات متحركة رغم أن اليوم أجازة رسمية سواء على الطرق السريعة أو داخل محافظات القاهرة الكبرى، حيث قامت أيضا الإدارة العامة للمرور بتعزيز الخدمات المرورية على الطرق السريعة ممثلة في مجموعات الدرجات البخارية وسيارات الغاز الفورية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة المتحركة بمناسبة ذهاب وعودة السادة المواطنين من المحافظات الأخرى والمدن الساحلية اتجاه القاهرة الكبرى عقب انتهاء أجازة نهاية الأسبوع. أيضا تم تعزيز الخدمات المرورية على كافة المدارس الحكومية وأيضا الميادين والطرق الرئيسية المؤدية للمدارس الحكومية وعمل حرم أمني حول المدارس بمنع انتظار القادم والوقوف الممنوع. كل عام وأنتم بخير. اليوم بدء العمل الدراسي لعام 2023-2024 لكافة المراحل التعليمية سواء بالنسبة للتعليم الأساسي أو بالنسبة للجامعات والمعاهد. لذلك تم تعزيز الخدمات جميعا في كافة المناطق المحيطة بالجامعات والمدارس والمعاهد والمعاهد العليا وكافة المنشآت التعليمية بهدف تسهيل حركة سير السيارات اتجاه تلك الأماكن مع سهولة حركة المرور ومنع الانتظار الخاطئ أمام المنشآت التعليمية بكافة مراحلها وأنواعها حتى لا تسبب أي كثافات أو تراكمات مرورية، مع تسهيل وصول الطلاب ذهابا وأيابا مع أول يوم للعام الدراسي. حيث تستقبل جمهورية مصر العربية خلال هذا العام حوالي 23 مليون طالب وطالبة وأساتذة جامعات وكذلك الحصول على الدكتوراه وغيرها من المراحل التعليمية المختلفة والمطردين على المنشآت التعليمية والعاملين بالمنشآت التعليمية خلال هذا العام. كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة لمنع أي تكدسات أو تراكمات مرورية بها وإرشاد قائدي السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة. أيضا تم تعزيز الخدمات المرورية بمنافذ القاهرة الكبرى ذهابا وإيابا لإرشاد قائدي السيارات إلى الطرق التي لا توجد بها أي كثافات مرورية أو مناطق أعمال حتى يسبب نوع من السهولة واليسر للسادة المواطنين القانتين والقادمين من المحافظات الأخرى اتجاه القاهرة الكبرى. أبرز ما لدينا اليوم تحويلات مرورية بمحور المساق بمدينة نصر بمناسبة رفع 2 قمر خرساني لعدد 2 كوبري مشاة حيتم إنشاؤهم بمحور المساق، وتم عمل تحويلات مرورية بنفس الموقع وسط خدمات مرورية مكثفة وعلامات إرشادية وعلامات تنظيمية، وسوف يستمر هذه التحويلات من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا. دائما وأبدا الفقرة المرورية بناشد السادة قائد السيارات التزام بقواعد وآداب المرور التعاون مع رجال المرور وخاصة ساعات الظهر الصباحية وساعات الظهر المسائية مع الالتزام بالتعليمات الأمنية خاصة في الأماكن المتنزهات وأيضا في الأماكن الخاصة للتحويلات المرورية وأيضا المنشآت الهامة والحيوية التي تتردد عليها المواطنين يوميا.